أذكركم بالمحاضرة السابقة ذكرنا موضوع الضبط الذاتي، واليوم راح نشرح موضوع وقف الأفكار. وقف الأفكار يفيد الناس اللي تكون عندهم حوادث حدثت في الماضي وما يمكن تغيير هذا الحادث، أو قد يتبادر إلى ذهن الناس أنه أفكار ما ممكن أنه يفكرون بها تصير، أو أحداث تصير ما يتوقعوها أن تصير. هذا الأسلوب شلون راح تكون طريقته؟ تكون طريقته بأنه نطلب من المسترشد أن يفكر بصورة معمقة بالأفكار اللي تزعجه. بعد فترة قصيرة المرشد يطلب من أنه يتوقف عن ذلك، أو يحدث صوت مزعج. يعني المرشد يحدث صوت مزعج وهو المسترشد يفكر بالأفكار اللي تزعجه. رأسا يبادر المرشد بصوت عالي بأن يطلب من المسترشد أن يتوقف عن التفكير بصوت مزعج ومنفر. يكرر المرشد هذا الإجراء عدة مرات قبل أن يطلب من المسترشد نفسه القيام بذلك بصوت عالي في بعض الأمر، وبعدين شوية شوية المرشد يخفض من الصوت بحيث ما يخلي المسترشد يسمع هذا الصوت. وايسكي وروني يرون بأن أسلوب وقف الأفكار العدد من المزايا، يعني عنده هواي إيجابيات. يقولون أنه هو سهل التنفيذ ومفهوم جدا للمسترشد، كذلك أيضا المسترشد كثيرا ما يستخدمه كأسلوب حتى ينظم ذاته. يعني هذا الأسلوب وقف الأفكار، أنه إحنا نتوقف عن نفكر، أول شيء نفكر بها الأشياء اللي تزعجنا، وبعدين يجينا صوت عالي يقول توقف عن هذا التفكير. هاي الطريقة تسمح لنا أنه نضبط أو ننظم ذاتنا. طبعا أكو جوانب أساسية لهذا الأسلوب. هو أول شيء منطق العلاج، يعني قبل استخدام أسلوب وقف الأفكار لازم يكون المسترشدين يكون عندهم وعي بطبيعة أفكارهم وخيالاتهم القاهرة. لذلك قبل أن نبدأ بهذا الشيء لازم على المرشد أنه يبدأ بشرح المنطق الخاص بوقف الأفكار، ويقترح وولبي أنه على المرشد أن يشير إلى أنه يبين كيفية أن أفكار المسترشد ما بها أي جدوى، وعلى المسترشد أن يتخلص من عدها. مثلا يعني اللي مثال علي اللي لازم يقوله المرشد، مثلا يقول له انك مشغول بافكار مستمره، انك يعني مثلا تفكر بالموت، في قصف جوي، هاي الافكار تستهلك منك وقت وطاقه، وعليك انه انت تفكر بافكار واقعيه، وهاي بيها افكار خياليه لا جدوى منها، وراح تشعر بالتحسن والراحه إذا من شغلت بمثل هاي الأفكار أو بهذه التخيلات الخاصة بالموت، على يعني بهذا الشيء. بعدين يطلب منه رأيه، يقول له شنو رأيك بهذا الكلام؟ إذا وافق المسترشد على استخدام هذا الأسلوب فإن المرشد لازم يقوم بوصف الطريقة، لازم يطلب منه أن يجلس وظهره